بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وسمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة، نظم النادي بعد ظهر اليوم السباق الخامس لهذا الموسم، والذي أقيم على كؤوس شركة نفط البحرين بابكو وكأس اللجنة الأولمبية البحرينية للجياد العربية، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة في الصخير. كما حضر السباق سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان الخليفة، وسمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى الخليفة، وسمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى الخليفة، وسمو الشيخ نادر بن محمد بن سلمان الخليفة، وسمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن عيسى الخليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، وسمو الشيخ محمد بن عبد الله بن عيسى الخليفة، وممثلو الجهات الراعية للسباق وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل. وقد تم تتويج الفائزين بكؤوس السباق، حيث قام السيد محمد حسن النصف الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية بتقديم كأس اللجنة الأولمبية للجياد العربية إلى حسن مفرح العجمي، فيما تم تتويج الفائزين بكؤوس شركة بابكو، حيث قدم السيد نواف الغانم مدير الاتصال المؤسسي بشركة بابكو كأسي بابكو للشوطين الثاني والثالث إلى سمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن عيسى الخليفة. ثم قدم الدكتور داود نصيف رئيس مجلس إدارة بابكو كأس الشوط الخامس إلى سمو الشيخ محمد بن عبد الله بن عيسى الخليفة، وكأس الشوط السادس إلى وافي مجيد علي، وكأس الشوط السابع إلى سمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى الخليفة. وكان السباق قد اشتمل على 7 أشواط.